المحدد واليكيد، من أتى مكملا لرسالات الأنبياء والمرسلين في العبادة والأخلاق الطيبة المحمودة، صلوات الله وسلامه عليه على من قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأسرته وسائر صحابته والتابعين لهم والتابعي تابعيهم والسلف الصالحين والمتقدمين والمتأخرين في طاعة الله ورسوله عليهم الصلوات والسلام أجمعين. آمين. حتى إلى يومنا هذا. وعلى جميع من يستحق الدعاء لهم من ساداتنا وقاداتنا العلماء والأدباء والفقهاء والموحدين والذين يبلغون رسالة الله، رجالهم ونسائهم، والشيخنا آدم العلوري رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه المؤرخ الكبير الفار العميق في الفن والعلوم في فهم العلوم الإسلامي، صاحب الروايات والدرايات، وجميع شيوخنا الراحلين والباكين من أمثال الشيخ موسى الجيد رضي الله تعالى عنه، ووالدنا الشيخ ابن مجيد لها رضي الله تعالى عنه، وجميع من تعلمنا منه من العرب والعجم، ومن قرانا كتبه وتفهمنا على ايديهم ومتعلماتهم، رضي الله عنهم جميعا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرا في سوره ووقعت في سوره ال عمران تلاوه، نتلوها تلاوه مجوده لمراعاه تجويد تلك التجويد باختيار كل حرف حقه مستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالتركيك والتفحيم، لأن القرآن يقول كما قرأنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وليغفر الله من الخسران. آمين. لئلا نكون من الخاسرين. آمين. عليكم جميعا أن تقرأوا هذه السورة قراءة ورتلناه ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل
الفرقان وأنزل الفرقان للذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يتبعون ما تشابه منه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فرعون والذين من قبلهم
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتجزون إلى جهنم وبئس المهاد يقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الذين يقولون ربنا إننا
Allah
صدق الله العظيم. آمين. على ضوء ما كنا عليه في دراسة قوله تعالى: واعلموا أنه واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم في سورة محمد. ننطلق بكم اليوم إلى سورة آل عمران من حيث نوه رب العالمين تصويرنا ودلنا وأشار بنا إلى ما قاله تعالى في هذه السورة في بدايتها بكلمة لا إله إلا الله. جاءت في هذه الآيات الثامنة عشرة ثلاث مرات مكررة. لو نظرتم إليه في الآية الثانية يقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أدعوكم إلى التبصر والتفكر والنظر العميق إلى مفهوم هذه الكلمة نحو ما ركبه الله به من الكلمات حوالي خمس أو سبع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ستة كلمات. هذا التركيب ما معناه؟ ما الفرق بين هذا التركيب وذلك التركيب في سورة محمد؟ وننتقل بكم ثانيا إلى الآية التالية، آية السادسة، حيث قال تعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال في الأولى: لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال في الثانية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما مفهوم ذلك؟ قلنا في وسط الآية السابعة: لم يذكر رب العالمين حرف النفي ولا الاسم المنفي عنه، فإنما جاء بالاستثناء في الاستثناء والاسم المستثنى منه. يقول تعالى: إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. أرأيتموها؟ في الآية السابعة: ما يعلم تأويله إلا الله. هذه هي الجملة الثالثة. وننطلق بكم إلى آخر الآية التي تلوناها وقفنا فيها، قوله تعالى: شهد الله أنه، في الآية الثامنة عشرة، أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، لم يذكر إلا الله. وأتى بالضمير، الضمير هو ضمير جاي. انطلقنا من المخاطب إلى المخاطب، انطلقنا إلى الجاي الذي نتكلم عنه، لا إله إلا هو، التفات من الحال من المخاطب إلى الجاي. والملائكة أول العلم قائل بالقيس: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أصبح خمس مرات في هذه الآية نفسها، مرتين لا إله إلا هو والملائكة، وفي الآخر لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أو يقول أبي قولي دنيا سيئة تكبيع وفاته أن تسيطه سكين إن أبي مجال تنبيل لا إله إلا هو. إن رسول آل عمران عاقل معلوم فهمي هو فلو لا أكن فيه إلا اسم المنفي عنه، إلا أصل الاستثناء الله اسم المستثنى هاي. لكن إما أنك تا قوابهم أكن وايبك كنيو أكن وايبك إلا الله نجي آية كي الذين يا طبعهم أو أكيد أنا فاشل نسي
إيه يا كمائي كمائي كا كمائي را كمكا كذي بسيا نحن أقولي بباري هو يا راكي هو يا راكي جسمه بالو يا جسمه بالو يا لي يا جسمه بالو يا هو يا إكاروني لو كلن جنب ما فاوس هذا كاكي من كوكاكي بينه نكية ما تنايا كمبون نايا كتفسير الآية الآية أما في آية كتكلم كوني تبودا دا إميران نحن جنب أهوما تيوبر الرولي أبدا بكني الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنيني كلوة سنين ما بفيك سبيني كان يقولوا توا في سورة البقرة في كل سنتا ممكن أكيكم بو الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم كرام بعدتين إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه طوري ال 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 الوقت التام ما نقول فيه يا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم هي الآية التي تفسر بعضها بعدا وتبين بعضها بعدا وصل يا رامي لا إله إلا الله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو لك أسري جابي سريني لم تزد أرفا ولم تنقص حرفا قل يا رفيكم بيني وفيكم كل سكون ما تعتاني كنت من بينك بين ايكو بو بيمسي تبارك الله فناو جملة اسمية الله كني اسمنا بفيلي لا كلهم عرفي الى كلهم اسمي الا كلهم هو كلهم اسمي اسمي ضميري اسم مزمن الحي كلهم القيوم أون الله أون اسم كذلك أون نقطة مثل في نقطتان إيجابي وسلبي أون النقطة التي توصف لها الله في أقومك إن الله به إذا جاء بعض الأسماء من أسماء اسم من أسماء الله تعالى ربما يفسر إيجابيا لا يفسر سلبيا وآخر يأتي يفسر سلبية لا يفسر إيجابية والذي يفسر سلبية مثلا الضار
المنتقم الجبار المانع القابض هو قوتو مرتوم في الجنب ولا مواتي فان مواتي سنلسي مواتي بسن مواتي يورو مواتي جبا جنبا عملي سلبياني وبالرام قدما فاما الإيجابيات منها عملي جا إيجابي جا قوتي نبه ملقى صيبي الرحمن الرحيم النافع الموتي الرافع الغفور الشكور ربما أقوط تاتوبا نرى المكني الرزاق الفتار أقول لأدام وانتو فوقو أمان أنتي من بوستي إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أنها آية تنص بد أبتدئ بسم الله العظيم العظم الذي هو سالفي وجاء إيجابي مع الله يكبر ونكنا نبوستي النيجاتيف وأوجه بيوم متمنى دواء اسم متمنى حن الإمارة مفهوم دواء تري الله أن يكون أن يقصي النجس أقول ما قصي النجس هل أكيد أو أن إله إله دو أم به أرقلونا أما إله واسمه يبقى لقبه الله قصي بلقبهنا إذا تريكني نبي أما عليها يا حلاو o seru si ma tu tu sin dun ke aliha o feran re ife to ya ni were ti o si la kai tori be yan ba ni ya were ife oni deru on to hun ya la biya kun zawj majnuna la yatra zawjata wal hubb al qawi wa yati fi ma'na aliha ya alahu o si yo si o deru e عبده وتعبد له بالمحبة أسمى جاء لها اليوم يعلو يعلها يعلم يعلو اليوم نبالك وقهاي وجه نبا غلب عليه من هو الغالب إلا الله من هو المحبوب إلا الله سيبتي فنني تلو يقفي من هو المستحق بالمحبة الله ومن هو المستحق بالمحبة Allah ولا يتصرف جامد في في نايه تسريف قلسة نسيكم أما اسمي وهم لما جاء جامد أبقى لما جاء ما لا يتصرف يعني هو دابيرين كلو زيتات لغوة فلو سيكو تسنتو سيواماني رمو أبيين دبايا وقبتي هو اللو وطال لغوة فلو inje tebefe nuno corona metanani first person second person and third person anything sort of funare anything koju start koju si soro ateniti o sinibi gbogbo lo lo na quran bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa ana first person la ilaha illa anta second person لا إله إلا هو طاب لا تلي جايب إيميني بقوي إيمين له إيمين له إيمين هو إيمين لني على سر من أسرار لا إله إلا الله الذي كان قويا تبجيك عليه لا ننتهي أبدا في معاني اسم الله العظيم وفي معاني كلمة السعادة لا إله إلا الله أعليم ما تلا إلا أجل قال نسي قلوا إليه كيجي مبتا تبت سواجون كي تعدي بي آية إليه كفا لما تبقى هو الذي
يصوركم في الأرحام كيف يشاء إما بو إسماء و إمينا هنا وبطل كل يابطل يسنوا كن بكيف ماي بمتفين ويابطلنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم توفاني توقن الحي البالي القيوم صفة عمي وبطبطا صفة تشير إلى ذاتيته تعالى awale ni ba so robe ko kodasi wa ko kawai ru ya ai se tu dasna awale yu arifu nafsuhu wa zatuhu lan bi kelu haya ya kelu hayawiyati wa taymumiyati tabaji je hayyu ito ma se bi ti o ni kuma laila lawasni fa'il sifatu musabani e hayyu hayyu wa ti ya gonu ara won القيوم القيوم هذا قوم يقوم قوم قوم ان تيو بوتو يسبو كين كتر غي تي ككن على وسني قوم القيوم طب انت من لوك لوك با لو اكبر غير كم يلو اكو تو اقولو بيتاوي emi lo agun yo wa jileti bitawi emi lo agun yo wa amlese bitawi emi lo agun ko ni le jade lo Allahu akbar la ya'jisu shay'u wala ya'jis an shay'i nkan ko le kagba ra wono ko si ni kagba ra ti se kankan ni bi al hayyu al qayyum mi je kula na ho ni sufi on lagbara die o ko ni lagbara o ko lagbara pupo ko lagbara pupo won ni sire na nigba jo wa de bi dele yi o wa ko wa lo la yu ko yu mo o to wa lo ke la ilaha illa wa la ilaha illa ti e ti awon je ti to wa bi yen pe lu ni gba wa ni pa soro o ba wa mo to un o ba le to ro ara le ni ni so al aziz o ba tun ni ti fun ni ni yen ke mi mo le fun to mi mo da yin mo ya yi e mi mo le fun ni ti al hakim o ba to gbe ti to ko ni ni o gbe هذه صفة مشتركة يشاركنا فيها سبحانه وتعالى إن موانوه ونكو عمي على هذه القيوم كوكو عمي طولة تبقى على هذه القيوم الحي صفة ذاتية قديمة متعلقة بذاته تعالى هذه قيوزي كيف هذه صفة ساتياتون يو الحي نسي أن الحي أن صفة إرويكاني ثابتة تفسر ملي قديمة قديمة تنتين بتي 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 متعلقة تنتصوما بذاته تعالى اللهم كالكالو سوما قولوا دعما ينزل جميل لهم كما صفة قديمة ثابتة تفسر ملي قديمة تنتين القيوم صفة ثابتة قديمة متعلقة بذاته تعالى. تبي أما اسم الحي القيوم هي أو كيف أو كوزاتي أنا. لو تعلي ولا ترى في لك أو أما سيري لا تأكو. ما هوا سيد قال أسرى با إلى قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألو أبا تكتب بك السورة العزيز أبا
الحكيم تفرنس هو أمي بنتكام الحيو القيوم ما تدبي لا إله إلا هو أدوكي أصو كالسان الحيو القيوم أصو عراري أما ما تدبي إذن أدوكي لا إله إلا هو الحسيس الحكيم أراتي وانيو بابو الله لك أراتو في رياه أني باتا بلو أواتين صلو أتونا لكي سيباتو مستركاني نقول الله أقيم ومفهوم تبعي الله الأحد أحد هي صفاتني تجزك متعلقة بذاته تعالى الصمد صفاتني متعلقة بمعلوقاته تعالى كلت ما صمدني وبا المقصود وبا تعالى تعالى رنوسي Sekoti ma ke irunu wala todo enka ajo pe office mo una office hele ike erunu si mi ibi ta ti sadua ibi ti o ti gbadua ibi ta ti be ni o ti da lo al maqsudu lahu wa in la ahad maqsuda illa hu hina le bi al azizu o lo ba yi o abo mo fun wa ni al hakim o lo do po abo fun alogun انتلقوا معي الى آية السابعة قالوا بآية كي قالوا صحيح وما يعلم تأويله إلا الله ايه بسي تي بيولو جواد ربو دلتي كوبي هل يكي إلي بي إلي بسم تعمل بمو متعمل لأي مدعا كان ساتوا وكان نبينا رسي Ike imalong kambe, tayaki umlo dani mulare ilmu ya taasar bihi, huwa bisa cili taal. Un kalau dama ilmu itu, la ya lamu illa hu, en kalau dama hu, wama ya lam tawilahu illa Allah. Kudini, yang pernah berani awak kambe halima, halima akan mati يواجب لابين فما يعلم تأويله إلا الله يروحابين فما يعلم تأويله إلا الله يرونون فما يعلم تأويله إلا الله أما والرأس يقولون في الإلمي أواتا جلي أما تأسي مولوك فلوه يقولون آمن نبي أتبو يوتي يوانا أتبا إلا الله علمه يتأثر به تعالى هنا أما مكان به اللهم موانا به موانا به أي ولسي أي جنبه نصبعيا يقول إن الله عنده علم الساعة ويعلم ويعلم ما في الأرحام
قدير عليم خبير كل واحد في مسمى تابعون أولي ما تفسير واجه كرسي أولي ما كوا آلم أولي ما يعلم تعويله إلا الله في أمه علم الساعة يولا كيابو دي إن الله عنده علم لدنين علم إنديا لدنيا ودولو الله سنكم لما جو تايو باري يعني ما زي لما جو كوري يو كما كو كهيبرين أولي ما Ose ma jo puto susi, ose ma rukuja pao. Ibu ma ebe, ima ibu ma ba nyampe, oma ya la mungu illa ba. Ode ni, ima keji, wa yuna sinu de geisa, oma te yu sa uju kade. Se ni de, o chikmi wande, me ya tobu neka, a da hu jan ki ama. Tori a ya wa ni yuna science, edu kwe wa mara viu. Tama ma sa upa yu sujo, Nah, tak kau jual lagi ke? Jual lagi musim guna lombik kan? Jadi kemana masih muda bisa? Eh? Weda fokus. Fokus tak? Eh, fokus ni. Tuh aku fokus ni mas dah. Ibu tu fokus tak? Ada awak di sini. Allah. Weda, awak ni soal apa weda? Sebab ilmu lagi sih ni. Ini kau setuju. Kau ni apa lah? Umat tak mau firman. Awak tu. Kau pun ambil lu. Ima di melu. Ima to da ma te ni kule ma. Ati ma to pe fu ani ni me. Eri. Ima ele ke ta. Ome ma kume ta ma. Ima ele ka li ta kume ta ni wabia. Tolo mpo e ni kati o bon. Ani ke yi. Awa yuku. O da fe ni ka. O fa yuku. Kona bupe ku ni kati kule unu ka nombo. Wabia ni. Kodi melo, kodi meta. Ona kumele tani. Ona mwana soli suipi. Mwame ya ala mutawili la huu. Kuma al-Qurani yo, awan kakoma bende yo. E, ene koli le matume, illa Allah. Apu unikam. Nuhu illa Allah, una la pelo. Kodi seke la ya ala mu illa Allah. Kuda ya illa Allah, na di tungu yungi. Kodi seke la ya ala mu illa Allah. Siapa kalam kita mama ya alamu, nanti alamu tahu lah, nanti lah, ilah nak wasi kilok pak. So ego iba, itu susu aku, timbatu itu musim, apa tuan jangan susu mau pasi, tan sejuk minta malosi, ini kium lalu, odi belu, imaji, odi belu, odi meta, itu wasi keri kamu, ibeni apa ni? Jelas, lihatkan. Untuk kesayangan Allah, Allahu la ilaha illahu. Ojo kita timbabo. Kamu loh semalam muncir ya hari semalam. Kebalik dia di bintang itu. Tembelu sabu asih sana, tembelu dausin. Kita itu ibu mula ibu makok mana ni? Eri, ada si kerja dia pekun tukan sama mafia. Mungkin benu pepe top pama kalau nanti awak ada di kursi yo. Abang tuan orang rifa. Abang tuan orang apa? Mau afekkan kembali. Fakal tu kalau mau apa? Sini ada awak ni. Jadi moga kembali. Ini kan indah ber. Saya aku orang ni sih. Anda jadi anda aku pengen. Tiup ni aku. Tiup si luyi. Tak pun luyi ni. Tolong lupa ego, mana berarti yang lain mesti dipok. Mesti bim ini jauh, bim kau ini bim ini. Kamu kaya lagu aja kamu tu apa lagu aja? Iru ni jo iru Allah ni jo tiba lo ni kan? Zaman yang tawil, osku tok pada ni kuli mana? Bunyi kan tu lima. Orang bermuat lagu aku. Tim be kursi na kursu mi kursu jo kursu ki kursi na kursi. Allah. Kursi kaka kursi ya bu kursi ya ni. Kursi mana kaka kursi kaka kursu ki kursi le. Untuk kanda mafia, indah bermula muda. Nek ni mau pula bermula masih. Bapak tuan orang. 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 Tulia masih ada. Fabi Arafuni. Nggak boleh datang. Bi arafun. Imina muli jawa mami. Baba ni kan cium molo open ni. Allah. Ada apa molo kan tu kan ni?
وتذرعين بعض الناس لا يعرفون الله. هذا دليل واضح أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا أن نعرفه ونعبده ونسلم له ونؤمن به. فبيعرفوني من يوم أمي فبيعرفوني واتنوا بيمتا ننتني بي 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 يسمو بي يمسو بي يمسو الله الله أكبر. إمني جو دمالي كم إمني جو دمالي إمني جو دمالي قو Yes, Imam. Even in them, ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. الله اكبر. ولهم لقاكو ولهم باكو لا يدرس كتب تشيكهم بي عرفوه يسمو بي يبصرون بي يبصرون. ايوه جنين يوكا جوكو جوكا 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 كيلو سيدة من عرفة عليها سيدة Allah. I am a coin of the kissing for all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all that to whom it was so good that the tick is a bush. What is that? The value of the kissing, or all